أنا أكبر من هذا سحر. أنت فارس. أنا إذا نجم الجبوري يشتت لازم بالمقابل خالد العبيدي يشتت لأنه هو بعثي بدرجة عضو فرقة. فأنت أيضا ليش ما طالبت باجتثاث خالد العبيدي بالمقابل سيد نجم وكل هذه الهجمة الشرسة عليك؟ تقبليها من عندي سحار؟ أنت فارس. أنا أكبر من هذا. الفرسان ما تطلع من هذه الأمور. أنا أكبر من سحار. من قلت لك أنا من الزمن الجميل، أنا أكبر من هذا، أترفع أن تكون هذه أخلاقي.